ماشي. والفكرة زي ما قلت لكم، أي كنترول بروسيس تمام بتبقى عايز الأوتبوت يوصل للستيدي ستيت فاليو معين، فإحنا بنستخدم حاجة اسمها كنترولر أو بي أي دي، أيا كان نوع الكنترولر ده، عشان يحسن الريسبونس من كذا جهة. قلت لكم إن هو يوصل للإنستانتينيوس، يوصل للفاليو بتاعة الستيدي ستيت بسرعة، وإن ما يكونش فيه إيرور، والمرحلة الترانزيانت تكون مرحلة سموث وما فيهاش اوسيليشن. وقلت لكم ان الرايس تايم يبقى سريع، يعني ده بيعتمد على البروبوشنال، والانتجرال ده بيعتمد على ان ما يكونش فيه ايرور في الاوتبوت، والديريفيتيف ده بيعتمد او بيركز على مرحلة الترانزيانت، ان هو بيحسن الترانزيانت ريسبونس وبيعمل بيقلل الاوسيليشن. فالكنترولرز بيبقى عندنا في بي اي وبي اي دي وبي دي ايا كان. فاحنا هنتكلم عن ايه؟ عن البي اي دي كنترولر بحيث يحسن لنا الريسبونس ككل. وخدتوا الايكويشن بتاع البي اي دي كنترولر، طبعا انتوا عارفين ان البي ده جين، حاجه جين بس بيتضرب، وبيبقى عندك كي اي كمان، ده بيبقى خاص بالانتجرال، وبيبقى عندك الديريفاتيف جين. عشان تعمل كنترولر كويس على حسب البروسيس اللي عندك، المفروض تظبط قيم الجينز دي، الجين بتاع البروبوشنال والانتجرال والديريفاتيف. طب هنظبط القيم الجين دي ازاي عشان تحسن الريسبونس ككله وتبقى الاوبريشن سموث وبيوصل بسرعه للستي ستيت وما فيش ايرور في الاخر؟ عشان تعمل ده كله في طريقتين، اللي انت تقعد تحط اي قيم مختلفة وتشوف الريسبونس هتبقى عاملة ازاي، سواء على برنامج سيميليشن زي ما نشوف في المعمل او تجرب يعني سيستم، ولغاية ما الريسبونس تظبط تقعد تبدأ كده بقيم انيشال وتغير لغاية ما الريسبونس تظبط معاك تمام. او اللي انت هنستخدم حاجة اسمها زيجلر نيكولاس ميثود اللي انتوا بتقولوا ما خدتهاش دي، هتبدأ بقيم بتديك يعني educated guess، أو بتديك صورة، بتديك قيم initial كويسة بحيث تقدر بعد كده تبني عليها التيونينج. يعني بتبقى قيم initial بنحطها مثلا في برنامج simulation أو أي حاجة، بعد كده التيونينج بيتبني عليها عشان ما يحصلش runaway، أو ما تبقاش القيم اللي أنت بادئ بيها غير صحيحة وما تعرفش تعمل تيونينج تمام. فاحنا هنبدأ هنتعرف شوية على الـ VIP، وهناخد مثال على الـ DC موتور وهنشوف هنعمل ايه فيه دلوقتي. طبعا انت عارفين الـ equations بتاعت الـ DC موتور، المفروض خدتوها كذا مرة تمام. دي العلاقة العامة بتاعت الـ EMF اللي هي دي باي دي تي لل ال في الاي، الاندكتنس في الكرنت اللي موجود في الماشين، بتشتق فبتبقى ال دي اي باي تي، ترم معتمد على معدل تغير التيار، وترم معتمد على تغير الاندكتنس بالنسبه للبوزيشن، والترم ده بيبقى مضروب في ايه؟ سيتا دوت اللي هي السرعه يعني. فلما بتيجي تعمل موديل للسيستم ده، هي بتبقى ماثيماتيكال ايكويشن بتعبر عن السيستم ده، بحيث اما تيجي تبنيه في السيميليشن يبقى حاجه بتناظر السيستم، وتبدا تعمل عليها عمليات الكنترول المختلفه، وتبدا تحط البي اي دي بتاعك وكل الكلام ده. فانت عندك المعادلات الاساسيه في الدي سي موتور، عندك الاي ام اف بتتناسب مع السرعه، وعندك التورك بيتناسب مع تيار الارماتشر. دول ايه المعادلتين الاساسيتين. وطبعا المعادله الجنرال ان الالكتريكال تورك، تورك المفروض يكون موجود هيساوي ايه؟ اللود تورك اللي عندك، و ترم خاص بالفريكشن، وترم خاص بالانرجي. ترم خاص بالفريكشن ده مضروب في السرعه، والتاني مضروب في معدل تغير السرعه. فدي الايكويشنز بتاعت الايه؟
الدي سي موف. تمام. وطبعا الجهد الموجود عندك هيساوي ايه؟ الار في الاي زائد ال دي اي باي دي تي زائد الكي في الاوميجا اللي هي اللي عندك الايه الاي ام اف او الباك اي ام اف. تمام. فاحنا هنكتب المعادلات دي وعلى حسب الانبوت اللي عندك ايا كان نوع الانبوت ده ايه هنبدا نعمل الترانسفير فانكشن. الانبوت ده زي ما قلنا بندخل اي انبوت عشان يعمل لي ايه بعمل ديستربنس في السيستم وبغيره بحيث ايه اشوف الريسبونس بتاعت السيستم. تعال كده نشوف اما ناخد لابلاس الايكويشنز اللي عندنا دي هيبقى عندك خد المعادله بتاعت الجهد الجنرال ايكويشن بتاعت الجهد دي ويحول للابلاس دومين هيبقى الفي اوف اس هيساوي الايه الار وده اشتقاق هيبقى زائد ال اس والاثنين دول هيبقوا مضروبين في التيار اللي هو بتاع الارمتشر في لابلاس دومين زائد الكي اوميجا اوف اس. طب والايكويشن الثانيه هتاخد التو سايدز دول هيبقى كي في الاي اي اوف اس هيساوي التورك زائد البي زائد الجي اس اللي هو الجزء الخاص بالفريكشن والانرشيا مضروب في الاوميجا اس. تعالى هنحلهم مع بعض. هجيب الاي اي اوف اس من المعادله دي المعادله اللي تحت دي هتجيب الاي اي اوف اس وهتقسم على الكي الناحيه الثانيه وهتعوض عنه في معادله اللي في اوف اس هيديك ان الاي اي اوف اس هيساوي 1 على كي في اللود تورك زائد الجزء الخاص بالانرشيا والفريكشن وبعد كده هتعوض عنه في معادله الفي اوف اس هيطلع لك الايكويشن الكبيره اللي عندك دي. تمام. هنحاول نعمل سيبريشن فاريبلز هتاخد الاوميجا اس في طرف لوحدها. تمام. ف ودي كده الاوميجا اس الناحيه الثانيه وهنقسم على الكي هيطلع لك الايكويشن الثانيه دي وبعد كده خد الترمز بتاعت الاوميجا اس في طرف لوحدها وخد الاوميجا اس مشترك هيطلع لك الايكويشنز اللي عندك دي. على حسب بقى ما هو طالب في المساله ممكن يقول لك عايز ترانسفير فانكشن الاوميجا اس مع الفي اوف اس او الاوميجا اس مع اللود تورك ايا كان فايا كان اللي هتختاره هتفرض الثاني الانبوت الثاني بايه بصفر عشان انت بتتعامل مع انبوت واحد دلوقتي فهو هنشوفها ناخد دلوقتي ترانسفير فانكشن عايز ترانسفير فانكشن للسرعه مع الجهد فهتحط التي ال بصفر وهتجيب الاوميجا على الفي هتضرب هتودي الترم ده الناحيه الثانيه. تمام. هيطلع لك الايكويشن اللي عندك دي ان الجي اوف اس هتساوي ايه الثابت اللي هو كي على ال جي. تمام. وهتقسم على ال جي عشان تبقى الاس سكوير المعامل بتاعها واحد. دي بتفكرك بايه؟ دي نفس معادلة اللي خدناها الجنرال ايكويشن بتاع السكند اوردر سيستم اللي هي كان في اوميجا سكوير فوق وهنا برضو نفس الكلام اوميجا سكوير على اللي هي المعادلة الجنرال ايكويشن بتاعت ترانسفير فانكشن. يا باشمهندس بس التي ال اوف اس بصفر ليه؟ انت عندك كذا انبوت تمام؟ هو على حسب ما يقول لك انا عايز لو قال لك مثلا عايز الترانسفير فانكشن مع ديستربنس في اللود تورك هنا هتحط الفي بصفر لان انت بتتعامل مع ديستربنس في انبوت واحد. لو قال لك عايز مع الفي اوف اس مع التي قصدي لو قال لك عايز مع اللود تورك هتحط الفي بصفر. لو عايز مع الفي ترانسفير فانكشن مع الفي هتحط التي ال اوف اس بصفر.
لان انت بتتعامل مع انبوت واحد بس، مش هتتعامل مع التو انبوتس في نفس الوقت. تمام. تمام. هنا عندك الشيت بتاعك اللي كنا هناخده، هو بيتكلم عن البي اي دي، في مسألتين على زيجلر نيكولاس ميثود، في طريقتين اصلا للتيونينج بتاعه، دول لسه ما خدتهمش في المحاضرة، فهنشتغل على أول بروجرام بتاعة الدي سي موتور. هو مديك الدي سي موتور، مديك البارامترز الموجودة، المقاومة والال اللي هي الاندكتنس والفريكشن والانرشيا والثابت اللي هو كي بتاع ثابت السرعة ده، وقال لك الريتد ارميتشر فولتج از كده عند الريتد سبيد اللي هو كذا. يبقى هو كده عايز مع في الغالب هيطلب معاك على الايه، على الفي او، مع الفي اوف اس الترانسفير فانكشن مع الفي اوف اس، عايزك تكتب الدايناميك ايكويشن بتاعه الموتور، فانت يا تكون عارفها يا تثبتها، هو اثباتها سهل يعني. تمام. ف هتعمل الإثبات اللي عندك ده، تمام، لغاية ما توصل لآخر الإيكويشن اللي إحنا جبناها هنا دي. تمام. بعد كده عايز الترانسفير فانكشن اللي إحنا قلنا لسه قايلك عليها، وبعد كده عايز الريليشن ما بين الستيدي ستيت ايرور والبروبيشنال جين فور كلوز لوب سيستم، سبيد كنترول، ومرة للبوزيشن كنترول. طب تعالوا كده نشوف هنحل المسألة ازاي. احنا كتبنا البارامترز اللي موجودة عندي، تمام، بعد كده قلنا الجي اوف اس دي المعادلة اللي احنا اثبتناها من شوية، تمام، هتعوض بالبارامترز، هو مديك كل حاجة، مديك ال K وال L وال J وال R وال L، مديك كل حاجة، هتعوض عنهم في الإيكويشن، هيطلع لك الترانسفير فانكشن بالشكل ده. لو حليت المعادلة اللي هي في اللي بتبقى في المقام دي اسمها كاركترستيك إيكويشن، اللي بتبقى ليها الإيه؟ البولز بتاعت السيستم، لو حللت المعادلة دي هيطلع لك إن التو بولز هيساوي كام؟ سالب 2 وشوية وسالب 14 وشوية. تمام. طيب لو عايزين نجيب الاستدي لو عايزين نجيب الاستدي ستيت ايرور مع ايا كان، طب استنى، انتوا خدتوا في المحاضرة العلاقة دي بتاعة ال بي اي؟ لا هندسة ما خدناهاش. ما خدتوهاش ازاي؟ خدناها المفروض السوق اس اللي بيساوي 31 خدناها، اللي هو البروبوشنال جين واحد على جي اوف زيرو والانتجرال جين واحد على تي في الجي اوف زيرو. خدناه. وقال لك التي ده اللي هو الايه، التايم كونستانت بتاع الدوميننت بول. يعني هنا ايه الدوميننت بول يا شباب؟ اللي هو بيبقى اقرب للجي اوميجا اس، اقرب لمحور الجي اوميجا اس. فعندك الاس 2 هنا هو الدوميننت بول، كل ما كان البول اقرب للجي اوميجا لمحور الجي كل ما كان بيأثر اكتر في السيستم، بيبقى ليه بروفاوند امباكت على السيستم. فعندك ده اللي هو التايم كونستنت بتاع الدوميننت بول، وعندك الجي اوف زيرو، هتعوض هنا هتجيب جي اوف اس عند الاس بالتأول للصفر، هيطلع لك جي اوف زيرو،
هتقسم 13 على 30 هيطلع لك كام؟ 0.45. تمام؟ طيب كنت قلت لكم السكشن اللي فات ان الستيدي ستيت ايرور بيساوي ثابت ايا كان الثابت ده ايه على 1 زائد الكي بي، وده بالنسبه لايه؟ بالنسبه للستيب انبوت. تمام؟ هو قايل لك هنا في السيستم في الاول خالص قايل لك عند الريتد ارميتشر فولتج ب 100 فولت. فاحنا هنفترض اللي احنا عملنا ابلكيشن للجهد على الارميتشر على طول ب 100 فولت، اللي هو ايه؟ ده بيعبر عن ستيب انبوت بقيمه 100 فولت. فالستيدي ستيت ايرور هيساوي 100 على 1 زائد الكي بي. الكي بي ده قلنا من السكشن اللي فات بيساوي ليميت الاس تقول للصفر للايه؟ لل جي اوف اس. تمام؟ لو عوضت هنا في الايكويشن الاس بصفر الترم ده هيروح والترم ده هيروح، وهيبقى لك كي على ال جي والمقام ار بي زي كي سكوير على ال جي، فال جي هتروح مع ال جي، فهيبقى لك اللي هو ار بي زي كي سكوير على كي في المقام. تمام؟ فهتطلع في البسط يعني اس سالب واحد يعني. تمام؟ فلو عوضت بالقيم دي هيطلع لك هيطلع لك قيمه الكي بي. طب هو دلوقتي بيقول لك الريليشن ما بين الستيدي ستيت ايرور والبروبوشنال جيل فور كلوز لوب سبيد كنترول سيستم، هتبقى هي ايه العلاقه دي؟ دي العلاقه ما بين البروبوشنال جيل و في الكلوز لوب سبيد كنترول سيستم. تمام؟ ادي الستيدي ستيت ايرور 100 على 1 زائد الكي بي، هتكتب العلاقه دي، والكي بي بتساوي ايه؟ بتساوي المعادله اللي عندنا دي. تمام؟ المعادله دي جت من هنا، عوضت عن الاس بصفر في بص بص احنا اخدنا في السكشن اللي فات الستيدي ستيت ايرور بيساوي ثابت على 1 زائد الكي بي، قلنا على حسب ده كان في حاله البروبوشنال جيم اللي هو ستيب انبوت اللي قلت لكم حاجه مش من الدرجه الاولى، حاجه من درجه زيرو يعني زي الانبوت اللي هو 100 فولت، وكان بيساوي كي على الكي في لو كان انبوت من الدرجه الاولى، او كي على الكي اي لو كان انبوت من الدرجه الثانيه. هنا عندك ستيب انبوت. تمام؟ انا فارض ان في ستيب انبوت ب 100 فولت، فالستيدي ستيت ايرور هيساوي ايه؟ ثابت على 1 زائد الكي بي، والكي بي ده هو الايه؟ البروبوشنال جيت. هنا عندك الستيب انبوت قلنا ب 100 عملنا ابلكيشن لايه؟ الجهد على الارمتشر على طول. طب الكي بي ده كان بيساوي ايه من السكشن اللي فات برضه؟ بيساوي ليميت اما الجين اما الاس تقول صفر للجين اللي موجود عندك. فانت لو عملت كده دي بتاعت الجي اوف اس وهي لسه بالبارامترز دي هيطلع لك الجزء ده، يعني ده هيروح وده هيروح وهيطلع لك ايه؟ الجزء اللي هنا ده. تمام؟ فدي دي العلاقه، هتكتب العلاقه دي وهتكتب ان الكي بي بيساوي كذا. تمام؟ تمام. طبعا عندك الستيدي ستيت ايرور ده امتى هيساوي صفر؟ كل ما الكي بي دي بتزيد كل ما قيمه الترم اللي عندك ده بتقل. فالستيدي ستيت ايرور هيساوي صفر اما الكي بي يروح لايه؟ لما لا نهايه. طبعا ده مش منطقي. ماشي؟ عشان كده بنستخدم الانتجرال كنترول. فاما الكي بي يروح لما لا نهايه هنا الستيدي ستيت ايرور هيساوي كام؟ هيساوي صفر. طب بالنسبه للبوزيشن كنترول، البوزيشن كنترول احنا كنا لسه جايبين الريليشن بتاعه الاوميجا اس على الفي اوف اس. تمام؟ طب لو عايزين نجيب بالنسبه للسيتا، هنا السيتا بتساوي ايه؟ الاوميجا اس بتساوي ايه؟ بتساوي مشتقه السيتا، يعني بتساوي اس في السيتا اوف اس، هتودي الاس الناحيه الثانيه
فهيبقى السيستم عندك هيبقى تايب 1، يعني هتبقى نفس الايكويشن بس هيبقى المقام في اس، بس في اس كمان تمام بالشكل ده، فيبقى عندك تايب 1 سيستم. هو عايز ايه برضه؟ عايز الستيدي ستيت ايرور تمام. اعمل الستيب انبوت تمام، الستيدي ستيت ايرور هيساوي ايه؟ كي على 1 زائد الكي بي زي ما احنا قلنا برضه. طب والكي بي بيساوي ايه؟ ليميت اما الاس، اما الاس تقول للصفر للترانسفير فانكشن اللي عندك. فهنا في الحالة دي لو عوضت عن اس بصفر هيطلع لك الكي بي بكام؟ بما لا نهاية. يعني ده معناه ان السي ست ايرور هيبقى بصفر. ودي اللي كان بيسألك عنها يعني في السؤال اللي فات، امتى البروبوشنال، امتى السي ست ايرور ده يروح للصفر؟ اما يكون الكي بي اللي تحت في المقام ده بما لا نهاية. ماشي يا شباب. طيب ممكن تقولوا لي كده بالنسبة للستيت سبيس ما خدتوش ايه فيها بالظبط في الترم الأول؟ يعني عشان ما خدناش كلها، ما خدناش أي حاجة عنها أصلا. إذا كان الكنترول كله ستيت سبيس أصلا زي ما خدتوش حاجة عنها. المعادلة اللي هي بتتكون منها اللي هي تقريبا واي بيساوي ايه اكس زائد يو حاجة زي كده، ما خدناش ولا أو ممكن إحنا خدنا حاجة مثلا وما خدناش المعادلة بتاعتها يعني. ما فممكن يعني لو هي بتتكون من طب لحظة واحدة كده، لحظة واحدة. ممكن تنزلها البريف ده بس يا باشمهندس؟